السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب الصف الخامس الابتدائي، مع مراجعة آخر العام لمنهج اللغة العربية. أولا نصوص الاستماع، تعالى كده نسمع النص الأولاني بيقول إيه. النص الأول بيقول: البورصة المصرية سوق لبيع الأسهم والسندات، وللبورصة المصرية متحفا موجودا في منطقة وسط مدينة القاهرة عام 1883. نسمع النص كمان تاني عشان نجاوب بقى على الأسئلة. البورصة المصرية سوق لبيع الأسهم والسندات، وللبورصة المصرية متحفا موجودا في منطقة وسط مدينة القاهرة عام 1883. طب تعالى كده نشوف بقى مع بعض الأسئلة. أول سؤال بيقول لك: ضع كلمة صح أو خطأ. رقم واحد بيقول لي: تم إنشاء متحف البورصة المصرية عام 1883 ميلاديا، الإجابة إيه؟ الإجابة صحيحة. رقم 2: متحف البورصة المصرية موجود في مكتبة الإسكندرية، الإجابة؟ الإجابة خاطئة. احنا قلنا إن هو موجود في لما قرينا القطعة مع بعض قلنا موجود في منطقة وسط مدينة القاهرة. رقم 3: تباع الأسهم والسندات في البورصة المصرية، الإجابة صحيحة. قلنا إن البورصة المصرية بيتم بيع وشراء الأسهم والسندات. تعالى كده نشوف مع بعض النص الاستماع الثاني. طيب النص الاستماع الثاني سنة 5 بيقول: كان هناك خياط أبناؤه يتشجرون دائما، فأخذ مقصه الذهبي وقطع به القماش وأحضر إبرة صغيرة وخاط بها القماش، وقال: المقص الذهبي مزق القماش والإبرة جمعته، فصفح الأب الأبناء بعضهم عن بعض ودامت المحبة بينهم. نقرأ كمان مرة: كان هناك خياط أبناؤه يتشاجرون دائما، فأخذ مقصه الذهبي وقطع به القماش وأحضر إبرة صغيرة وخاط بها القماش، وقال: المقص الذهبي مزق القماش والإبرة جمعته، فصفح الأبناء بعضهم عن بعض ودامت المحبة بينهم. تعال نشوف الأسئلة بيقول لي إيه. السؤال عندي: اختر الإجابة الصحيحة. رقم واحد: الخياط رجل جاهل عنيف حكيم فقير. من خلال سمعنا للنص: الخياط رجل حكيم. رقم 2: الأب يحب أن نقط أبناؤه يجتمع يفترق يتعجب يتشاجر. الأب يحب أن يجتمع أبناؤه. رقم 3: نتعلم من القصة قيمة التواضع الأمانة الصدق الصفح. نتعلم من القصة قيمة الصفح. تاني حاجة معانا سنة 5: القراءة المتحررة. تعالوا كده نقرا مع بعض اول قطعه. بيقول لي: اقرا ثم اجب. قام طلاب الصف الخامس الابتدائي برحله الى الاهرامات، فركبوا الحافله صباحا وانطلقوا، وفي اثناء الطريق تحدث الزملاء معا، فبادر آسر زملائه بالكلام وسالهم عن رايهم في قميصه الجديد، فقالوا له في صوت واحد: انه رائع حقا ويناسبك. فرد مفتخرا: والدي اشتراه من أحد المحال التي تبيع منتجات لأشهر العلامات التجارية المستوردة. فرد عليه عادل: رويدا يا آسر، إن القميص الذي ترتديه صنع من القطن، والقطن المصري أجود قطن بالعالم. فشعر آسر بالخجل وقال: سأجرب المنتجات المصرية لأدعم اقتصاد بلدي. تعالوا نشوف الأسئلة مع بعض. أول سؤال بيقول: اختر الإجابة الصحيحة. معنى رويدا تمهل تسرع اصمت. معنى رويدا تمهل. مضاد انطلقوا توقفوا أسرعوا هما معا. مضاد انطلقوا توقفوا. السؤال الثاني بيقول: ضع علامة صح أو غلط أمام العبارات الآتية. ذهب الطلاب في رحلة إلى مدينة شرم الشيخ. هي احنا قلنا في القطعة إنهم ذهبوا إلى رحلة إلى الأهرامات، فتبقى الإجابة خطأ. سأل آسر زملائه عن رأيهم في هاتفه الجديد. الإجابة خطأ، احنا قلنا ان هو سألهم عن قميصه الجديد. قميصه الجديد. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول: أجب بما يتميز القطن المصري كما فهمت من الفقرة. بأنه أجود قطن بالعالم. طيب السؤال اللي بعد كده معايا اعرب سنة 5. عندنا 3 كلمات موجودة في القطع عندك، ومطلوب منك ان انت تعربهم. أول كلمة كلمة الطلاب، وبعدين كلمة الطريق، وبعدين كلمة صوت. طب تعالى كده مع بعض الأول لكلمة الطلاب. طيب كلمة الطلاب دي قبلها إيه؟ قبلها فعل ماضي يميس. من اللي هسأل بمن؟ من قام؟ هي إجابة عند الطلاب، فطلاب هتعرب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. كويس، برافو عليك. الطريق.
الطريق يا ميس قبلها كلمة نكرة بدون ألف ولام، وكلمة الطريق كلمة معرفة، ووضحت لي وخصصت لي الكلمة التي قبلها، فيبقى إعرابها عندي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. الكلمة بعد التالتة كلمة صوت قبلها ميس حرف جر، فتعرب اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. نقرا بقى مع بعض يلا القطعة الثانية. بيقول التجارة الإلكترونية هي أحد أنواع التجارة التي تمكن من بيع وشراء البضائع والخدمات عبر الإنترنت، ويمكن من خلال ذلك النوع من التجارة تسويق البضائع والمنتجات بشكل أسرع وأيسر من طرق التجارة الأخرى. ولكن من عيوب هذا النوع من التجارة أنه ما زال يحتاج إلى مزيد من التأمين نظرا لوجود العديد من صور الغش التجاري المرتبطة به. تعال نشوف الأسئلة مع بعض. بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة. معنى تأمين إصرار ضمان بعد. معنى تأمين ضمان. رقم 2 مضاد يمكن يستحيل يمنع يعطي. يستحيل. يستحيل. رقم باء ضع علامة صح أو علامة خطأ. يمكن من خلال التجارة الإلكترونية تسويق البضائع والمنتجات بشكل أفضل. الإجابة صحيحة. بعد كده بيقول لي أجب اذكر عيبا من عيوب التجارة الإلكترونية. أنه ما زال يحتاج إلى مزيد من التأمين نظرا لوجود العديد من صور الغش التجاري المرتبطة به. برضو سنة 5 عندك سؤال اعرب ما تحتوي خط. عندي 3 كلمات، كلمة التجارة وكلمة التأمين وكلمة الغش. أول كلمة كلمة التجارة، كلمة فيها ألف ولام بدأت بيها الجملة، هنعربها إيه بقى سنة 5؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب الكلمة اللي بعد كده كلمة التأمين قبلها حرف جر، يبقى هنعربها اسم مجرور وعلامة جره الكسرة لأنه مفرد. كلمة الغش كلمة قبلها حرف جر واسم مجرور نكرة، بعده كلمة معرفة فيها ألف ولام من صور. صور إيه؟ صور الغش، يبقى هنعرب كلمة الغش مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. يبقى أدي إعراب الثلاث كلمات اللي موجودين عندنا في القطعة. القطعة اللي بعد كده سنة 5 اقرأ ثم أجب. المشروعات الصغيرة يقصد بها المشروعات الإنتاجية والتجارية الاستثمارية التي تبدأ برأس مال صغير وتكمن أهميتها في قدرتها على توفير فرص عمل للشباب، مما يعمل على دعم الدولة من خلال تقليل عبء البطالة، حيث تستهدف هذه المشاريع توظيف العمالة قليلة الخبرة والتي تمتلك مهارات محدودة وتساعدهم في تنمية مهاراتهم، كما أنها تعمل على توفير الكثير من المنتجات والسلع بأسعار مناسبة تنافس الأسعار العالمية. أول سؤال بيقول لنا اختر الإجابة الصحيحة. معنى دعم إعانة إحصاء إثراء. معنى دعم إعانة. السؤال اللي بعده مضاد العالمية الدولية المحلية الدائمة. مضاد العالمية المحلية. السؤال بعد كده بيقول أكمل العبارات الآتية. تدعم المشروعات الصغيرة الدولة من خلال تقليل عبء البطالة. عبء البطالة. توفر المشروعات الصغيرة الكثير من المنتجات والسلع بأسعار مناسبة. أسعار مناسبة. طبعا هنكمل الكلمات ديت كلها من القطعة. من القطعة. طيب أجب ما المقصود بالمشروعات الصغيرة؟ يقصد بها المشروعات الإنتاجية والتجارية الاستثمارية التي تبدأ برأس مال صغير وتكمن أهميتها في قدرتها على توفير فرص عمل للشباب. ثالثا النصوص المتحررة. يلا بينا نقرأ مع بعض الأبيات. أول نص بيقولك اقرأ النص الشعري ثم أجب. وعيناك إن أبدت إليك معايبا فدعها وقل يا عيني للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى ودافع ولكن بالتي هي أحسن. نقرأ الأبيات كمان مرة. وعيناك إن أبدت إليك معايبا فدعها وقل يا عيني للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى ودافع ولكن بالتي هي أحسن. أول سؤال عندي بيقول لي تخير الصواب. معنى أبدت نقلت أيدت ظهرت. معنى أبدت ظهرت أو أظهرت. رقم 2 يدعو الشاعر إلى نقط من اعتدى.
طيب احنا لو بصينا كده في الابيات مع بعض، البيت التاني بيقول وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، يبقى الشاعر بيدعو الى مسامحه من اعتدى مس. بيقول لي استخرج تعبيرا مجازيا، انا قدامي الابيات بتاعتي هستخرج منها تعبير مجازي. التعبير المجازي اللي موجود عندي وعيناك ان ابدت اليك معايبا، طبعا ده تعبير مجازي، بيشبه فيه العين بانها ايه بتظهر معايب ايه البشر. النص اللي بعد كده سنة خمسة، احب مكارم الاخلاق جهدي واكره ان اعيب وان اعابى، واصفح عن سباب الناس حلما وشر الناس من يهوى السبابة. هقوله مرة كمان، احب مكارم الاخلاق جهدي واكره ان اعيب وان اعابى، واصفح عن سباب الناس حلما وشر الناس من يهوى السبابة. اول سؤال عندي بيقول لي استخرج معنى اعفو. لو ركزت كده في الابيات الكلمة اللي معناها اعفو كلمة ايه؟ كلمة اصفح، يبقى معنى اعفو اصفح. معنى اعفو اصفح. جمع الخلق. جمع الخلق الاخلاق. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ضع علامة صح او خطأ، يعفو الشاعر عن اي شخص يخطئ فيه حقه. الاجابة صح. استخرج من البيتين كلمتين لهما نفس النهاية. كلمتين لهما نفس النهاية، انا عندي لو ان اخد دبلنا كده في البيتين بتوعي عندي كلمة اعابة وكلمة السبابة. لهما نفس النهاية او لهما نفس القافية. كلمتين. النص اللي بعد كده اقرأ ثم اجب. كمعالم مد العلوم حبائل لوقيعة وقطيعة وفراق، لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. كمان مرة نقرأ الأبيات مع بعض، بيقولي اقرأ ثم أجب. كمعالم مد العلوم حبائل لوقيعة وقطيعة وفراق، لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. الأسئلة بيقولي استخرج مضاد جاهل. مضاد جاهل. عالم. عالم. جاهل عالم. معنى يفيد. معنى يفيد ينفع. كل دوت انا هستخرجه من البيتين اللي قدامي. كلمتين لهما نفس القافية. كلمتين لهما نفس القافية او الكلمتين لهما نفس النهاية، كلمة فراق وخلاق. اسلوب نهي. اسلوب نهي، ندور كده في الابيات مع بعض هنلاقي كلمة لا تحسبن العلم ينفع وحده، ده اسلوب ايه؟ اسلوب نهي. النص اللي بعد كده اقرأ ثم أجب. وقيمة المرء ما قد يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء، فقم بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. هنقرأ مرة كمان، وقيمة المرء ما قد يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء، فقم بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. أول سؤال بيقولي تخير مضاد العلم الظلم الجهل الكره. مضاد العلم الجهل. السؤال اللي بعد كده بيقول أكمل لا يعادي أهل العلم إلا. لا يعادي أهل العلم إلا الجاهلون، لو أخذنا في بالنا من البيت الأول بيقولي والجاهلون لأهل العلم أعداء، يعني أهل العلم لا يعادون إلا الجاهلون. إلا الجاهلون. استخرج كلمتين لهما نفس الوزن أو نفس القافية. كلمتين لهما نفس الوزن، عندي كلمة أعداء وكلمة أحياء. استخرج. طيب بصي كده سنة خمسة، لو انا قلت لك استخرج معايا من الابيات اسلوب امر عندي يا ميس فقم بعلم. طب لو قلت لك اسلوب نهي. اسلوب نهي لا تطلب به بدلا. جميل، يبقى اسلوب امر قم بعلم. اقرأ النص ثم اجب. دع الايام تفعل ما تشاء وطب نفسا اذا حكم القضاء، ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء. نقرأ كمان مرة الأبيات. دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء. أول سؤال عندي بيقول لي استخرج معنى أترك. معنى أترك. تعالى كده نرجع للأبيات هنلاقي كلمة دع. مضاد كريم. مضاد كريم. نرجع للأبيات ونبص فيها هنلاقي كلمة بخيل. كلمتين لهما نفس النهاية. كلمتين لهما نفس النهاية، عندك كلمة القضاء وكلمة ماء. بيقولي بعد كده ضع علامة صح أو خطأ. يدعون الشاعر في البيت الأول إلى الرضا بقضاء الله. طب تعالى نرجع كده للبيت الأول، بيقول وطب نفسا إذا حكم القضاء، يبقى فعلا الشاعر بيدعونا إلى الرضا بقضاء الله. طب لو قلت لك برضو استخرج أسلوب أمر. دع الأيام تفعل ما تشاء.
برافو عليكوا سنة خمسة. طب ولو قلت لك ده استخرج أسلوب نهي؟ لا ترجو السماحة من بخيل. الله ينور سنة خمسة. رابعا النحو والإملاء. أول سؤال عندي بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة. رقم واحد، عاد الجد من نقط صباحا، وجايب لي ما بين الأقواس السفر السفري السفرة، كلمة السفر ومرة حاطط لي عليها ضمة ومرة حاطط لي تحتها كسرة ومرة حاطط لي عليها فتحة. طيب أبص قبلها يا ميس، لقيت حرف الجر من، يبقى أختار الكلمة اللي تحتها إيه؟ كسرة. السفري. عشان هي اسم إيه؟ عشان هي اسم مجرور يا ميس. طيب رقم اتنين، الإرادة القوية مفتاح النجاح، وحاطط لي خط تحت كلمة النجاح وبيقول لي إعرابها إيه؟ مضاف إليه خبر مفعول به. طب يا ميس أولا كلمة مفتاح كلمة نكرة، بعدها كلمة النجاح كلمة معرفة، وإحنا قلنا إن كلمتين ورا بعض كلمة نكرة وكلمة معرفة بتحددها وبتخصصها، يبقى هنعربها مضاف إليه. رقم تلاتة، صفق الجمهور للنقط، ما بين الأقواس اللاعبان اللاعبين اللاعبون. صفق الجمهور لحرف جر، يبقى انا هختار كلمة المثنى هيكون ايه؟ مجرور. مجرور بايه؟ مجرور بالياء، يبقى هختار كلمة اللاعبين. رقم اربعة، رددت نقط الى اصحابها، الامانة الامانات الامانات. لو اخدنا بالنا دي من الجملة بتاعتي، دي جملة ايه؟ جملة فعلية، عندي فعلية. الفعل بتاعي ايه؟ رددت. ده فعل وفعل، وعندي تاء الفعل هي دي بتتعرف فعل، المفروض يجي وراها ايه؟ مفعول به. يا ترى بقى هختار المفعول به بيكون تحتيه كسره ولا عليه ضمه، ولا اللي هختار الامانات اللي تحتيها كسره؟ كلمه الامانه يا مس كلمه مؤنثه، يبقى هختار كلمه الامانات اللي تحتها كسره، عشان الجمع المؤنث السالم بينصب وعلامه نصبه الكسره، وخلي بالك سنه خمسه من المفعول به المنصوب بالكسره. رقم خمسه، انتظر نقط قليلا، الراكبين الراكبين الراكبان. انتظر، انتظر ده فعل، يبقى انا هختار فاعل انتظر الراكبان قليلا. رقم ستة، سمعت صوت القطار ولا القطاران ولا القطارات. سمعت صوت القطارات، اللي هناخد بالنا ان ديت نكره كلمه صوت، هيجي وراها معرفه اللي هي المضاف اليه، والمضاف اليه دايما مجرور وعلامه جره الكسره لو كان جمع مؤنث سالم، عشان كده ما ينفعش اختار ولا القطاران ولا القطاره اللي عليها فتحه. تحدثت الى ابي عن نقط الحوار، عن ادابه ولا ادابي ولا ادابه. هناخد بالنا ان عندي حرف الجر عن وبيجي وراه اسم مجرور وعلامه جره الكسره، يبقى انا هختار كلمه ادابي. الإنسان نقط اجتماعي، كائن كائنا كائن. الإنسان دي مبتدأ، هيجي وراها كلمة خبر، يبقى أنا هختار الخبر بتاعي لما يكون إيه؟ مرفوع وعلامة رفعية ضمة، يبقى هختار كلمة كائن. القناعة كنز لا يفنى، كلمة القناعة مضاف إليه ولا مبتدأ ولا فاعل؟ دي اسم بدأ بالجملة الإسمية، يبقى هيعرب مبتدأ. هذا شعار، تؤمن ولا تأمن ولا تأمن به الأفئدة. أنه يعني هختار أنه كلمة المكتوبة صح إملائيا. إملائيا يا ميسا هختار كلمة تؤمن اللي هي الهمزة بتاعتي على واو، لأن هي ساكنة وما قبلها مضموم، ساكنة وما قبلها مضموم، فعشان كده هتكتب الهمزة على واو. بعد كده رقم 11، اجعل هدفك النجاح في مواقف، اجعل هدفك النجاح في مواقف حياتك. جايب لي ما بين الأقواس أختار علامة استفهام ولا نقطة ولا علامة تعجب. هختار نقطة عشان دي جملة عادية، ولا هي جملة تعجب ولا هي جملة استفهامية، فهختار نقطة في نهايتها. رقم 12، يؤدي، جايب لي الهمزة يؤدي مرة على الواو ومرة على الألف ومرة على على نبرة، وكاتب لي العدل بين الناس الى تقدم المجتمع، هختار كلمة ايه؟ هختار كلمة يؤدي الاولانية. لو اخدنا بالنا ان يؤدي الهمزة بتاعتي مفتوحة وما قبلها مضموم، والحركة الاقوى بتاعتي الضمة، عشان كده كتبت الهمزة على ايه؟ عشان كده اخترت الهمزة على واو. فاز فريقي في المباراة النهائية، همزة على السطر ولا النهائية همزة على نبرة ولا النهائية همزة على ألف؟ هختار يا ميس النهائية اللي هي همزة على نبرة، لأن الهمزة بتاعتي جت مكسورة، وطالما مكسورة والكسرة هي الأقوى، يبقى هكتبها إيه؟ هختار الكلمة اللي إيه؟ اللي على نبرة. 14، أدى منتخب المغرب لكرة القدم في كأس ولا كأس العالم أداء
رائعا، هختار انه كلمة، هختار يا ميس اللي هي كتبت على ألف عشان هي ساكنة وما قبلها مفتوح والفتحة هي الأقوى، وإحنا قلنا مع بعض إن الحركات الأقوى لو نفتكر كده مع بعض بالترتيب قلنا كسرة فتحة ضم سكون، فالفتحة هي الأقوى من السكون، فاختار الكلمة التي كتبت على ألف. عندي رقم 15 كلمة وسائل، مرة كاتب لي الهمزة على السطر ومرة على واو ومرة على نبرة وكاتب لي الري متعددة. هختار اخر واحدة المكتوبة بالهمزة على نبرة. طيب اخترنا ليه الهمزة على نبرة؟ عشان هي مكسورة والكسرة هي الأقوى، فاخترنا الكلمة اللي على نبرة. رقم 16 شرح المعلم رائع، دي كلمة شرح مش شرحة، شرح المعلم رائع، بيقول حاطط لي خط تحت كلمة المعلم وبيقول لي فاعل مضاف إليه مبتدأ. شرح المعلم طالما اسمه اسم واحد ما فيهوش ألف ولام واحد فيه ألف ولام حدده وخصصه يبقى هختار مضاف إليه. رقم 17 شرح المعلم الدرس، ده فعل بقى يا ميس، ويبقى المعلم فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، يبقى ناخد بالنا دي جملة اسمية ولا جملة فعلية. السؤال اللي بعد كده أيضا في النحو والإملاء، أجب بما هو مطلوب بين القوسين. رقم 1 نقط مخلصات في عملهن، بيقول لي عايز أحط في النقط جمع مؤنث سالم واضبط آخره. ممكن يا ميس أكتب المعلمات وأحط عليها ضمة. رقم 2 احترام الكبير من أخلاق نقط، وبيقول لي عايز أحط مضاف إليه جمع مذكر سالم. احترام الكبير من أخلاق ممكن أكتب المصريين، ممكن أكتب المسلمين، المهم يا ميزة أني أكتبها بياء ونون لأنه جمع مذكر سالم، وجمع المذكر السالم لما بيكون مضاف إليه بيجر بالياء. رقم 3 في مجتمعنا يحترم الصغير الكبير، وحاطط لي خط تحت الصغير وبيقول لي اعرب ما تحته خط. طيب نمسك الجملة من بدايتها، كلمة يحترم فعل، طيب مين اللي بيحترم؟ الصغير فاعل، يبقى الكبير مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. رقم 4 يدعو الكون الإنسان إلى الأمل، بيقول اجعل المفعول به مبتدأ. تعالوا نشوف الأول المفعول بتاعي فين عشان بعد كده خليه مبتدأ. يدعو الكون الإنسان إلى الأمل، أنا عندي يدعو الفعل، من اللي بيدعو الكون يبقى هو الفاعل والإنسان المفعول به، هاخد الإنسان ديت وأخليها إيه مبتدأ، هتبقى إيه الإنسان يدعوه الكون إلى الأمل، حطيت الضمير دوت اللي عائد على كلمة إيه، عائد على كلمة الإنسان. رقم 5 انتهى القاضي من سماع نقط، عايز ايه يا ميس؟ عايز مضاف اليه جمع تكسير واضبطه، عايز مضاف اليه جمع تكسير واضبطه. انا ممكن احط اي كلمه جمع تكسير، ممكن مثلا الاحداثي الاقوالي. طيب ليه حاطين تحتها كسره؟ لان المضاف اليه لما بيكون جمع تكسير بيكون مجرور بالكسره يا ميس. وصل القطار في المساء، وصل القطار في المساء، طب عايز مني ايه؟ حول ما تحته خط الى ظرف، يعني عاوز كلمة المساء دي اللي بألف ولام أنا حولها إيه ميس؟ لظرف. هي طبعا هنا إعرابها اسم مجرور، أنا مش هخليها اسم مجرور خالص، أنا هخليها إيه؟ ظرف. فهقول إيه؟ أولا هشيل حرف الجر بتاعي وهقول وصل القطار مساء ونونها وخليها إيه؟ ظرف، أنونها إيه؟ بالفتح، علشان الظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة. شجع الجمهور الفريقين اجعل المفعول به مبتدأ. فين المفعول بتاعي؟ شجع ده الفعل، ومين اللي شجع؟ الجمهور فاعل يا ميس، فاعل، والمفعول بيه عندي كلمة الفريقين، هخليها مبتدأ، هل هتفضل بالياء والنون زي ما هي؟ لا يا ميس، المبتدأ مرفوع، مرفوع، وبما ان هو مثنى هيكون مرفوع بالالف، فهرجعها تبقى ايه؟ الفريقان. طيب شجع هتفضل زي ما هي؟ لا، لازم اخليها تتبع ما قبلها، الفعل لما بيجي لي في وسط الجملة لازم يتبع المبتدأ، لو هو مثنى يبقى مثنى، لو مفرد مفرد، لو جمع هيكون جمع، فهتكون الجملة بتاعتي ايه؟ الفريقان شجعهما الجمهور. رقم 8 إدارة الوقت وتحديد الهدف نقط للنجاح، عايز مني إيه؟ عايز أكمل بخبر مثنى، عشان إدارة الوقت وتحديد الهدف كده حاجتين، يبقى أنا هحط خبر إيه؟ مثنى. ممكن أقول مثلا إدارة الوقت وتحديد الهدف هدفان أو صفتان للنجاح. قام اللاعبون بتحية الجماهير، بيقول لي السؤال ايه؟ اعرب ما تحته خط. كلمة الجماهير كلمة
بتحية، ده حرف جر واسم مجرور نكرة جاء بعده كلمة معرفة فيها ألف ولام. واحنا اخدين القاعدة ان نكرة بتتبعها معرفة، هتبقى مضاف اليه مجرور وعلامة جره الكسرة. رقم 10، استعنت بصديقان في حل المشكلة، بيقول لي صوب الخطأ وحاطط لي خط تحت كلمة بصديقان. كلمة بصديقان كلمة مجرورة وهو ميس هتطلع ألف ونون، والمفروض إن المثنى في حالة الجر بيكون بالياء والنون يبقى صديقين. رقم 11، هذه المرأة جريئة في قول الحق وحاطط لي خط تحت كلمة جريئة وبيقول لي صوب الخطأ، طبعا هتبقى الإجابة هنحط الهمزة على نبرة. طيب ليه عملنا الهمزة على نبرة سنة خمسة؟ عشان ما قبلها مد بالياء، والهمزة على نبرة الهمزة عامة لما بيكون قبلها مد بالياء المتوسطة لازم اكتبها على نبرة. استطاع الطالب الإجابة عن مسألة صعبة، يقول لي برضو صوب الخطأ، كلمة مسألة مكتوبة غلط مفروض تكتب على ألف عشان هي مفتوحة وما قبلها ساكن والفتحة هي الأقوى، فهكتب الهمزة على ألف. يقول عليك عدم نقط عمل اليوم إلى الغد، عايز همزة متوسطة على الألف، هنكتب همزة كلمة بها همزة متوسطة على الألف. ممكن نكتب كلمة إيه أو إيه؟ ممكن يا ميس أكتب تأجيل وممكن أكتب كلمة تأخير، المهم إن هي تكون الهمزة بتاعتي على الألف. على الألف. البحار نقط بأنواع مختلفة من الأسماك، عايز همزة متوسطة على نبرة. ممكن أقول يا ميس مليئة أو ممتلئة، برضو الاتنين على إيه؟ على نبرة. الاتنين على نبرة. الاهتمام بالتفاصيل يمنحك التفوق، عايز علامة ترقيم. دي يا ميس عشان جملة عادية فأنا هحط في الآخر نقطة. ركب المسافرون الباخرة، اجعل المفعول به مبتدأ. فين المفعول بتاعي؟ أنا عندي ركب ده الفعل، المسافرون فاعل يا ميس، والباخرة هي المفعول به، هي اللي هبدأ بها إيه الجملة بتاعتي، فهخليها إيه؟ هتبقى الجملة بتاعتي إيه؟ الباخرة ركبها المسافرون. طيب انا غيرت الفعل بتاعي وخليته مؤنث عشان يناسب الكلمة التي قبله اللي هي اللي خليتها ايه مبتدأ، اللي هي كلمة الباخرة. الباخرة. عقد المدير اجتماعين، بيقول لي صوب. طيب عقد ده فعل والمدير فاعل واجتماعين مفعول، ينفع نكتبها يا ميس بألف ونون؟ لا يا ميس عشان هي مثنى مفروض تبقى بالياء والنون فتبقى اجتماعين. رقم 18، غسل اليدين ضروري وحاطط لي خط تحت اليدين وبيقول لي صوب. طبعا غسل ديت كلمه نكره تعرب طبعا مبتدا، جا وراها كلمه معرفه بها الف ولام فهتعرب ايه لما اجي اصوبها؟ تبقى ايه؟ هتبقى اليدين، غسل اليدين ضروري عشان بقيت مضاف اليمس. رقم 19، تقفز القرود بين الشجرتين وبيحاطط لي خط تحت الشجرتين وبيقول لي اعرب ما تحته خط. اعرب ما تحته خط، كلمة الشجرتين جاية بعد ظرف، واحنا قلنا ان بعد الظرف يأتي مضاف اليه، يبقى كلمة الشجرتين مضاف اليه مجرور وعلامة جره الياء لانه مثنى. قامت الجماهير بتحية اللاعبين، جايب لي برضو اعرب ما تحته خط وحاطط لي خط تحت كلمة اللاعبين. بتحية حرف جر واسم مجرور نكرة بعده كلمة معرفة فيها الف ولام، يبقى برضو مضاف الياء مجرور وعلامة جر الياء، بس المرة دي لأنه جمع مذكر سالم. احنا كده عرفنا ان المضاف اليه بيجر بالياء اذا كان مثنى او جمع مذكر سالم. بعد كده سنة خمسة، خامسا التعبير. طبعا احنا عارفين ان احنا عندنا ست مواضيع تعبير، تعالوا نشوف كده اول موضوع عندي، بيقول لي صمم غلافا لمنتج غذائي فيما يتراوح بين 30 و50 كلمة مراعيا عناصر كتابة الغلاف. ايه هي بقى عناصر كتابة الغلاف؟ عندي اسم المنتج، بلد المنشأ، معلومات عن المنتج وتاريخ الانتاج، وعندي عناصر تانية اللي هي تاريخ الانتهاء مع اختيار المفردات واملاء وخط سليمين. انا هصمم غلاف لاي منتج غذائي بشرط ان انا ما اقلش عن 30 كلمة او ما زدش عن 50 كلمة، ولازم اراعي جميع عناصر كتابة الغلاف. اول حاجة طبعا هعملها ايه؟ عنوان للمنتج بتاعي اللي هو ايه؟ ارزون ابيض. ارزون ابيض، هناخد مثلا نعمل منتج غذائي عن الارز، اول حاجة هكتبها المحتويات بتاعتي لان دوت اول عنصر مهم في غلاف المنتج، المحتويات. ارزون ابيض متوسط الحبة يحفظ بعيدا عن الحرارة واشعة الشمس.
تاني عنصر مهم عندي طريقة التحضير، وممكن تجيلي بطريقة تانية يقول لي طريقة الاستعمال. الاتنين صح. تسخين الزبدة على النار متوسطة ثم يضاف إليها الأرز والملح وتقلب المكونات جيدا، ثم يضاف الماء الساخن والملح، يغطى الأرز ويترك على نار هادئة لمدة 20 دقيقة حتى ينضج ثم يقدم ساخنا. العنصر اللي بعد كده الوزن. الوزن 90 جرام. صنع في مصر. صنع في مصر دي سنة 5 اللي هي بلد المنشأ، يعني صنعت فين؟ في مصر. بعد كده فاضل لي تاريخ الانتاج وتاريخ الانتهاء. انا ممكن اكتب اي تاريخ مفتوح عندي. تاريخ الانتاج مثلا احنا كاتبينه ايه؟ 1/2/2023، وتاريخ الانتهاء 1/2/2024. يبقى انا كده راعيت في الغلاف بتاعي العنوان، المحتويات، طريقة التحضير، والوزن، وبلد المنشأ، وتاريخ الانتاج وتاريخ الانتهاء. تاني حاجة عندي اللي هي الرسالة، بيقول لي اقرأ الرسالة التي أمامك ثم أكمل التحليل الذي يليها. أنا قدامي هي جماعة رسالة كاملة اهي. لو أخدنا بالنا أول حاجة في الرسالة بتاعتي بيكون عندي العنوان بتاعي أو الموضوع بتاعي، بيقول لي تشجير الحي كله، وبعد كده المرسل إليه اللي هو الشخص الذي أرسل له الرسالة اللي هو مين؟ إلى السيد رئيس الحي. بعد كده هنقرا الرساله مع بعض. بعد كده التحيه هي ميس موجوده قدامي، تحيه طيبه وبعد. بعد كده التعريف. التعريف بتاعي. اعرفكم بنفسي، انا احمد صاحب مشروع شجره لكل بيت، وهو مشروع يهدف الى زرع شجره امام كل منزل بهدف تجميل المنظر وتوفير الهواء النقي لكل انسان. وقد نفذت هذه الفكره في شارعي فقط. أريد تعميم هذه الفكرة على الحي كله، وهذا يحتاج إلى دعمكم ومساندتكم بالآلات المطلوبة والدعاية المناسبة للمشروع. أتمنى أن تحددوا موعد مقابلة لعرض الفكرة كاملة والاتفاق على كيفية تنفيذها. سعدت بالتواصل معكم وفي انتظاركم. جميل بقى الرساله كامله اهي مع في الاخر كاتب لي مع اطيب التمنيات. دي كده قدامي الرساله كامله، وهيبدا بقى يطلب مني استخرج منها ايه. استخرج منها حاجات. اول حاجه مطالبها مني استخرج المرسل اليه. احنا قلنا ان اللي بعتنا له الرساله او المرسل اليه السيد رئيس الحي. طيب موضوع الرساله او العنوان بتاع الرساله كان تشجير الحي كله. الترحيب او جمله الترحيب كانت تحيه طيبه وبعد. يبقى هو جاب لي رساله كامله وبدا يطلب مني ايه بعض العناصر يا ميس ان انا هستخرجها منها. استخرج منها ايه العناصر. التعريف اللي هو قال ايه، انا احمد صاحب مشروع شجره لكل بيت، اللي هو كان بيعرف فيها نفسه جوه الرساله. اللي كان بيعرف فيه نفسه، فكره المشروع هو مشروع يهدف الى زراعه شجره امام كل منزل بهدف تجميل المنظر وتوفير الهواء النقي لكل انسان. هدف الرسالة، أريد تعميم هذه الفكرة على الحي كله، وهذا يحتاج إلى دعمكم ومساندتكم بالآلات المطلوبة والدعاية المناسبة للمشروع. ده كان الهدف من بتاع أحمد اللي طلبه من السيد رئيس الحي. رقم 7 الطلب، أتمنى أن تحددوا موعد مقابلة لعرض الفكرة كاملة والاتفاق على كيفية تنفيذها. 8 الختام، سعدت بالتواصل معكم وفي انتظاركم. يبقى هو اداني الرسالة كاملة وطلب مني اني استخرج كل العناصر الموجودة فيها. طلب مني استخرج المرسل اليه وموضوع الرسالة او العنوان، وطلب مني استخرج جملة الترحيب والتعريف وفكرة المشروع وهدف الرسالة والطلب والختام. طلب مني الثمان عناصر كلهم كاملين بعد ما جاب لي الرسالة كاملة. النوع الثالث من التعبير بتاعي القصة القصيرة. بيقول لي اقرأ القصة القصيرة الآتية ثم غير أحداثها بعد استبدال جملة، ولكنها تذكرت وصية المدرب لها فأغلقت هاتفها ونامت مبكرا بالجملة التي تحتها خط. أنا عندي هي قدامي القصة بتاعتي، جايب لي جملة هي تحتها خط، عايزني أبدلها بالجملة اللي احنا قريناها مع بعض. تعالوا نقرأ الأول القصة. نقرأ ميز القصة مع بعض. بتقول بسنت سباحة ماهرة رشحها النادي الذي تتمرن به ليمثلها في بطولة الجمهورية. كانت بسنت تشعر بقلق شديد كلما اقترب موعد البطولة، وفي اليوم السابق للبطولة أوصاها مدربها بالنوم مبكرا وتناول الفطور في الصباح. وفي ليلة البطولة دخلت بسنت غرفتها وقد انتابها الأرق، ف
فجلست تتسلى بهاتفها وتشاهد أفلاما وثائقية عن البطولات المحلية والعالمية حتى الفجر، ونامت من التعب، واستيقظت بعد ساعتين حتى لا تتأخر، ولكنها كانت تشعر بالتعب والإرهاق، وبسبب ذلك اضطرت للانسحاب من البطولة بسبب الإرهاق والتعب، وشعرت بالندم لأنها لم تعمل بنصيحة المدرب. أنا أول حاجة هعملها سنة خمسة إن أنا هاخد بداية القصة بتاعتي لحد ما هو عملها لي لحد وقد انتهى الأرق، ومش هاخد باقي الجزء، وهغير أنا الأحداث بالجملة اللي كانت موجودة في السؤال بتاعي. يعني أنا هعمل إيه؟ هكتب اهو برضو البداية بتاعتي اللي هي بسنت سباحة ماهرة رشحها النادي الذي تتمرن به ليمثلها في بطولة الجمهورية. كانت بسنت تشعر بقلق شديد كلما اقترب موعد البطولة، وفي اليوم السابق للبطولة اوصاها مدربها بالنوم مبكرا وتناول الفطور في الصباح. وفي ليلة البطولة دخلت بسنت غرفتها وقد انتابها الأرق. ده كده الجزء يا ميس لحد انتابها الأرق، ده كده الجزء الأولاني من القصة. طيب أنا هكتب بقى الجزء اللي أنا قلت لك هتستبدله، اللي هي كانت جملة إيه؟ ولكنها تذكرت وصية المدرب لها فأغلقت هاتفها ونامت مبكرا. طالما أنا غيرت الحدث بتاعي يبقى ممكن كمان أغير الخاتمة بتاعتي. هكمل مثلا وأقول إيه؟ وفي الصباح استيقظت بسنت وذهبت إلى البطولة وفازت بالمركز الأول لأنها استمعت لنصيحة المدرب. يبقى طالما غيرت جزء من الأحداث هغير مع النهاية. غيرنا بقى الجزء من الأحداث وقلنا إن هي سمعت نصيحة المدرب ونامت مبكرا، يبقى أكيد هي هتدخل بقى البطولة وتفوز بالمركز الإيه الأول طالما إنها سمعت نصيحة المدرب. النوع الرابع عندي اللي هو الإعلان. اكتب إعلانا عن رحلة إلى الأهرامات إلى أهرامات الجيزة ستقيمها المدرسة للطلاب الأسبوع القادم. بعد كلمات يتراوح من 50 لـ100 كلمة مراعيا عناصر الإعلان اللي هي بقى الموضوع والزمان والمكان المعلن الفئة المستهدفة اللي هم ليهم الإعلان العبارات التحفيزية اللي هشجعهم بيها على التقديم في الرحلة ومع اختيار المفردات والإملاء وخط سليم. طيب أهم حاجة سنة خمسة إن أنا هراعي العناصر بتاعتي اللي أنا ذكرتها، وفي نفس الوقت لا يقل عدد الكلمات عن 50 ولا يزيد عن 100. الإعلان بتاعي: تعلن مدرسة مصر الابتدائية عن تنظيم رحلة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 نوفمبر لتلاميذ الصف الرابع والخامس الابتدائي لزيارة أهرامات الجيزة، وعلى من يرغب تسجيل اسمه بمكتب الرحلات بالمدرسة آخر موعد للتسجيل يوم الأحد الموافق 5 نوفمبر المقبل. سيكون الانطلاق على متن الحافلة في الساعة 9 صباحا أمام باب المدرسة، فهيا نستمتع بآثار مصر الرائعة عبر التاريخ. لو أخذنا بالنا إحنا ذكرنا المعلن اللي هي كانت مدرسة مصر الابتدائية، ذكرنا الزمان والمكان، وذكرنا كمان الفئة المستهدفة اللي هي الصف الرابع والخامس الابتدائي، برافو، وذكرنا كمان التوقعات بتاعتي وكمان الحافلة اللي هم هيركبوها هم رايحين ايه الرحلة. يبقى انا كده رعيت جميع عناصر الاعلان. السؤال اللي بعد كده بيقول لي: اقرأ الخبر الصحفي الذي امامك ثم اكمل التحليل الذي يلي. مديني خبر صحفي: حفل يوم اليتيم. مديني الخبر زي ما عمل في الرسالة، مديني الخبر الصحفي كله وطالب بقى مني ان انا استخرج ايه العناصر بتاعتنا بتاعته. هنشوفها دلوقتي مع بعض. اقيم يوم الاحد الماضي في الساعة 10 صباحا حفل للايتام بالقرية الفرعونية بهدف ادخال السرور على قلوبهم وجذبهم للمشاركة بفاعليته ونشاط في مجتمعهم بحضور عدد كبير من الاسر وشباب وبنات الجامعين. كان برنامج الحفل رائعا جدا ومليئا بالعديد من الفقرات والأنشطة المثيرة مثل السيرك والرسم على الوجه والغناء والألعاب الرياضية والمسابقات وارتداء أقنعة الشخصيات المشهورة. وكانت أهم فقرة هي فقرة المواهب التي عبر فيها كل طفل عن موهبته التي يمتلكها، وقد فرح الأطفال جدا بهذه الفقرات والأنشطة وأحبوا كل الضيوف الحاضرين والتقطوا الصور التذكارية معهم وتبادلوا الحديث واستمر الحفل لعدة ساعات. وختاما شكر منظم الحفل كل الحاضرين ودعاهم للاهتمام بالزيارة ومشاركة الأيتام الأطفال اليتامى
دائما ومساعدتهم. طيب تعالوا كده نطلع مع بعض او نفتكر مع بعض عناصر الخبر الصحفي. انا كان عندي 5 عناصر الخبر، عندي اين اللي هو المكان، وعندي متى اللي هو الزمان، ومن اللي هم المشاركين في الخبر بتاعي، وماذا حدث، والتوصيات او التوقعات المستقبلية. تعالوا نشوف كده واحدة واحدة مع بعض. اين؟ اين ده اللي انا قلت بتاعي اللي هو المكان، المكان اللي كانوا هيروحوه عشان يحتفلوا بيوم الايتام اللي هو القرية الفرعونية. تاني حاجة متى؟ متى اللي هو الزمان، الزمان بتاعي اللي ذكر في الخبر يوم الاحد الماضي في الساعة 10 صباحا. تلاتة من؟ من قلت اللي هم المشاركين في الحدث بتاعي اللي هو عدد كبير من الاسر وشباب وبنات الجامعات. ماذا حدث؟ ماذا حدث اللي هو الحدث بتاعي اللي حصل فيه الخبر، اللي هو القيام بالعديد من الفقرات والأنشطة المثيرة مثل السيرك والرسم على الوجه والغناء والألعاب الرياضية والمسابقات وارتداء أقنعة الشخصيات المشهورة. 5 التوصيات أو التوقعات المستقبلية اللي هي سنة 5 بقول عليها الخاتمة بتاعتي اللي كانت موجودة في الحفل، اللي هي دعا منظم الحفل الحاضرين للاهتمام بزيارة ومشاركة الأطفال اليتامى دائما ومساعدتهم. اقرأ المقال الإقناعي ثم حلله إلى عناصره. ده آخر موضوع تعبير عندي سنة 5. المقال بتاعي جايب لي اول حاجه العنوان وكاتب لي المقال، وهطلع العناصر بتاعته لنتعرف عليها دلوقتي. جايب لي العنوان القراءه واهميتها للفرد والمجتمع. تعالوا نقرا مع بعض المقال. تعد القراءه منذ القدم من اهم وسائل التعلم الانساني، يكتسب بها الانسان المعارف التي تؤدي الى تطور فكره وتطور حياته وتجعل حياة الإنسان أسهل وأيسر. ولذلك أرى أن على جميع أفراد المجتمع الاهتمام بالقراءة، وذلك للأسباب التالية. أولا، القراءة تجعل الإنسان أكثر قدرة على مواجهة الحياة، فكلما ازدادت معرفة الإنسان أصبح أكثر قدرة على مواجهة الحياة وتخطي الصعاب بالاعتماد على معارفه المكتسبة من القراءة. ثانيا، القراءة تعمل على تحفيز العقل، فقد أثبتت الدراسات أن القراءة تنشط العقل وتحد من الإصابة العقلية كالزهايمر، وتنشط وتزيد من قدرة الدماغ على التحليل. ثالثا، القراءة هي السبيل الوحيد لتنمية الإبداع وتكوين جيل من المبدعين والمفكرين والأدباء. قال عباس محمود العقاد: القراءة تضيف إلى عمر الإنسان أعمارا أخرى، هي أعمار العلماء والكتاب والمفكرين الذين يقرأ لهم، فإن لم نقرأ لن نجد سبيلا للتقدم والتطور. اديني بقى مثال المقال الإقناعي كله، كاتبه لي كله وجايب لي عنوانه، وابدأ بقى يطلب مني إن أنا أحلله إلى العناصر بتاعته. طب تعالوا نفتكر مع بعض عناصر المقال الإقناعي. أنا عندي العنوان، وعندي المقدمة، وعندي الأسباب والأدلة، والأسباب بتنقسم لثلاثة أسباب وثلاثة أدلة، وآخر حاجة عندي الخاتمة. تعالوا نطلعهم مع بعض. أول حاجة إيه؟ العنوان. العنوان بتاعي كان القراءة وأهميتها للفرد والمجتمع. تاني عنصر المقدمة اللي هي البداية بتاعة المقال بتاعي كانت بتقول ايه؟ اول سطر مثلية تعد القراءة منذ القدم من اهم وسائل التعلم الانساني. رقم 3 انا قلت مع بعض اللي هي الاسباب والادلة، وهنقسمها مع بعض. سبب اول يعني حضرتك قلت يا ميس ان هما 3 اسباب وثلاث ادلة، السبب الاول والدليل، السبب التاني والدليل، السبب التالت والدليل. السبب الاول القراءة تجعل الإنسان أكثر قدرة على مواجهة الحياة. طب إيه الدليل على كده؟ كلما زادت معرفة الإنسان أصبح أكثر قدرة على مواجهة الحياة وتخطي الصعوب. طيب السبب الثاني القراءة تعمل على تحفيز العقل. الدليل بتاعها أثبتت الدراسات أن القراءة تنشط العقل وتحد من إصابة الإصابات العقلية أو الإصابة العقلية كالزهايمر، وتنشط وتزيد من قدرة الدماغ على التحليل. السبب الثالث القراءة هي السبيل الوحيد لتنمية الإبداع. الدليل المقولة بتاعت عباس محمود العقاد، قال عباس محمود العقاد: القراءة تضيف إلى عمر الإنسان أعمارا أخرى، هي أعمار العلماء والكتاب والمفكرين الذين يقرأ لهم. آخر حاجة عندي في المقال بتاعي الخاتمة اللي هي: فإن لم نقرأ لن نجد سبيلا للتقدم والتطور. طيب سنة 5 بعد كده هنتعرف مع بعض على شكل اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني بيكون عامل ازاي. بيكون اول سؤال عندي اللي هو سؤال نص الاستماع. المعلمة او المعلم هيخش يقرأ نص الاستماع، وانت مفروض بتكون مركز معاه وتبدأ تحل الاسئلة، سواء كانت اختيارات، اكمل، اجب، صح وغلط.
أول نص استماع، تعالوا كده نقرأ القطعة مع بعض ونركز فيها. سنة خمسة بيقول الأمانة ليست مقصورة على الجانب المادي، فهناك مثلا أمانة القيم والمبادئ وتتمثل في صدق الحديث وحفظ السر والالتزام بالموعد وعدم الغش، وهذا النوع ينشر المحبة والترابط بين أفراد مجتمعنا. نقرأ كمان مرة يا ميس. الأمانة ليست مقصورة على الجانب المادي، فهناك مثلا أمانة القيم والمبادئ وتتمثل في صدق الحديث وحفظ السر والالتزام بالموعد وعدم الغش، وهذا النوع ينشر المحبة والترابط بين أفراد مجتمعنا. هنركز طبعا مع الميز كويس جدا جدا وهي بتقرأ النص الاستماع. السؤال بقى اللي على النص بتاعي بيقول لي تخير الإجابة الصحيحة، وجايب لي ثلاث اختيارات. رقم واحد، الأمانة ليست مقصورة على الجانب المادي المعنوي العلمي. لو نفتكر كده مع بعض في القطعة لما كنا بنقراها قلنا ليست مقصورة على الجانب المادي. طيب رقم اتنين، أمانة القيم تتمثل في صدق الحديث الكذب الغش. قلنا أمانة القيم بتتمثل في صدق الحديث. رقم تلاتة، هذا النوع من الأمانة ينشر المحبة الكراهية العداوة. هذا النوع من الأمانة ينشر المحبة زي ما سمعنا في النص. ده كده كان أول سؤال اللي هو نص الاستماع. طيب تاني سؤال سنة خمسة بيكون التعبير. أي نوع من أنواع التعبير اللي احنا اتكلمنا عليها في الفيديو اللي هي الست موضوعات ممكن يجي لك واحد ايه منهم. بيقول اقرأ الإعلان التالي ثم أكمل. تعلن مدرسة المستقبل عن قيام رحلة يوم السبت المقبل 10 مارس لتلاميذ الصف الخامس إلى مكتبة الإسكندرية، وعلى من يرغب في الاشتراك تسجيل اسمه لدى مشرف الرحلات. هيا نشاهد ونتعرف معلما حضاريا وتاريخيا جديدا. وجايب لي خمس عناصر عايزنا استخرجهم من الاعلان ان انا لسه قارياه دلوقتي. ماشي يا ميس. اول حاجة عايزني استخرج المعلن اللي هي مدرسة المستقبل. تاني حاجة الزمان، الزمان اللي ذكر عندي كان فين؟ السبت المقبل يوم 10 مارس. برافو. تالت حاجة عندي المكان. المكان مكتبة الاسكندرية. جملة تحفيزية. هيا نشاهد ونتعرف معلما حضاريا وتاريخيا جديدا. الفئة المستهدفة. طلاب الصف الخامس الابتدائي. طيب السؤال الثالث عندي بيكون القراءة متحررة المحتوى، قراءة متحررة. اقرأ ثم أجب. ذهب سامر مع صديقه عامر للتسوق وشراء الملابس. دخل الصديقان أحد المحال فقال عامر هل تعلم أن القطن المصري أفضل أنواع القطن؟ عليك يا سامر أن تدعم منتج بلدك. قال سامر أنت على حق. وبعد كده أول سؤال بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة. معنى تدعم تكافئ تساند تهتم تحرص. معنى تدعم تساند. مضاد أفضل أقل أسوأ أصغر أحقر. مضاد أفضل أسوأ. سؤال بعد كده بيقول ضع علامة صح أو خطأ. ذهب عامر وسامر إلى المكتبة. إجابة ميس خاطئة، هم ذهبوا للتسوق وشراء الملابس. دخل الصديقان أحد المحال. الإجابة صحيحة. بما يتميز القطن المصري كما فهمت بقى من الفقرة؟ قال لي ان هو افضل انواع القطن. افضل انواع القطن. السؤال الرابع بتاعي هيكون نص معلوماتي. ذهبت مع ابي لشراء مزياع جديد من احد متاجر الاجهزة الالكترونية، وما ان امسكت المزياع حتى وقع من يدي وتهشم ولم يعد صالحا للاستخدام. دفع ابي للبائع ثمن المزياع كاملا وقررت ان انتبه لما افعله في المستقبل. النص المعلومات يا سنة خمسة بيكون ايضا قراءة متحررة المحتوى، وبرضو بيبقى عليها اختيارات وصح وغلط واجب. اول سؤال عندي اختر الاجابة الصحيحة. معنى تهشم تفرق تدحرج تحطم تبعثر. معنى تهشم تحطم. ضع علامة صح او خطأ. فحص الولد المذياع ووجده عاديا. الإجابة خاطئة، هو مجرد أنه مسكه يميس وقع وتهشم ولم يعد صالحا للاستخدام. رقم جيم، لماذا أصبح المذياع غير صالح للاستخدام؟ لأنه وقع وتهشم ولم يعد صالحا للاستخدام. السؤال الخامس بتاعي بيكون الشعر أو النصوص المتحررة. اقرأ ثم أجب. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته، في القول والفعل والآداب فالتزم. طيب أول سؤال عندي بيقول اختر الإجابة الصحيحة. معنى رب صاحب خادم عاقل ماهر. معنى رب صاحب. ضع علامة صح أو خطأ. ينصحنا الشعر في البيت الثاني بتقديس العلم. الإجابة ميس صحيحة، لو أخذنا بالنا في البيت الثاني قال لي وقدس العلم واعرف قدر حرمته.
نوع الأسلوب فيه وقدس العلم وغرضه. أسلوب يميس أمر وغرض بتاعي بتاع الأسلوب الأمر دايما بيكون إيه؟ النصح والإرشاد. السؤال السادس بتاعي في الورقة بيكون سؤال النحو. اختر الإجابة الصحيحة. استمتع الأبناء بالقصتين بالقصتان. هختار أنهي؟ استمتع الأبناء ده فعل والأبناء يميس فاعل. أفكر بقى في النحو بالراحة كده وعلى مهلي. استمتع فعل والأبناء فاعل. وكلمة بالقصتين ولا بالقصتين قبلها حرف جر يبقى اختار ايه؟ بالقصتين. رقم اتنين هذه حديقة المدينة. انا عندي كلمة حديقة نكرة وكلمة المدينة معرفة هتبقى اعرابها ايه؟ مضاف اليه ميس. طالما حضرتك قلتي نكرة ومعرفة يبقى مضاف اليه. السؤال التاني في النحو اجب بما هو مطلوب شعار نقط امنين سعداء. عايز نحط مضاف اليه جمع مذكر سالم. ممكن اقول يا ميس شعار المصريين امنين سعداء. رقم اتنين نكتب ب نقط اسم مجرور جمع تكسير. ممكن نكتب بالاقلام بالالوان. رقم ج صوب الخطا فيما تحته خط. الوان اللوحتان رائع وحاطط لي خط تحت كلمه اللوحتان وعايز نصوبها. حضرتك يا ميس لسه قايله ان كلمه نكره وكلمه معرفه تبقى مضاف اليه والمضاف اليه المثنى مجرور بالياء يبقى هتبقى اللوحتين. السؤال السابع سنة خمسة بيكون الخط وبيقول لي اكتب بخط النسخ وجايب لي جملة اسلوبك الجيد في الكلام يكسبك احترام الناس. انا مفروضة سنة خمسة اكتب الجملة بتاعتي زي ما مكتوبة قدامي لو فيها همزة احطها مفيش محطش لو في نقطة بحطها برضو في ايه في نهاية الجملة وراعي ان يكون خطي جميل. السؤال الثامن بتاعي بيكون الاملاء. اول سؤال للسفر فائدة عظيمة وحطيت لي خط تحت كلمة فائدة وبيقول لي صوب التصويب بتاعها هتكون مكتوبة على ايه؟ هنكتبها على نبرة. على نبرة عشان هي مكسورة والكسرة هي الاقوى فتكتب على نبرة. الانسان الوفي محبوب وعايز نحط علامة ترقيم. حط نقطة يا ميس لان دي جملة عادية ولا هي جملة استفهامية ولا هي جملة تعجب فحط نقطة. رقم ثلاثة شعرة روان بنقط جايب لي كلمة التفاؤل مرة كاتب لي الهمزة على السطر ومرة كاتب لي الهمزة على الواو بيقول لي اختار الكلمة الصح. هختار الهمزة اللي على واو يا ميس. عشان هي التفاؤل عندي الواو الهمزة مضمومة وما قبلها ساكن اللي هو المد بتاعي والهمزة الضمة أقوى فهختار الهمزة اللي هي إيه على واو. وكده سنة خمسة اتعرفنا مع بعض على طريقة الامتحان وانتهى الفيديو بتاعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.